هي على الهبات، والشكر له على الخيرات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث بالرحمات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه العدول الثقات ومن سار في طريقهم يرتجي الفوز بالجنات. أما بعد، فطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأهلا وسهلا بكم في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس العامرات التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون لنا ولكم من الباقيات الصالحات. إخواني الأحبة، إن من أعظم صفات الله سبحانه وتعالى صفة المحبة، فإن الله سبحانه وتعالى يحب ويحب، والله سبحانه وتعالى إذا أحب عبده جاءت الثمرات العظيمة والفضائل الوفيرة على عبده. فمن هذه الثمرات الكريمة التي تترتب على محبة الله سبحانه وتعالى لعبده القبول بين الناس، وأن الله سبحانه وتعالى يلقي محبته في قلوب الناس، وقد جاء ذلك في صحيح الإمام مسلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، فينادي جبريل في أهل السماء فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، أي يغرس الله سبحانه وتعالى محبة هذا الشخص في قلوب الناس، يدخل إلى القلوب. ومن الثمرات العظيمة التي تترتب على محبة الله سبحانه وتعالى لعبده أن الله سبحانه وتعالى يسدده إلى الطاعات، ويبعده عن المعاصي، ويبارك له في الأعمال الصالحة، كما جاء ذلك في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، فيكون مسددا في جوارحه، لا ينظر إلا فيما يرضي الله عز وجل، لا يسمع إلا ما يرضي الله عز وجل، لا يخطو خطوات إلا فيما يرضي الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الثمرات العظيمة أنه يكون مجاب الدعوة، الله سبحانه وتعالى يستجيب له الدعوات ويستجيب منه الاستعاذات: ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، كما في تمام الحديث. ومن أجل الثمرات العظيمة أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا حرمه على النار، فقد جاء في الحديث الصحيح الذي حسنه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يلقي حبيبه في النار. فذلك ستر ووقاية للإنسان إذا أحبه الله سبحانه وتعالى من النار. والشأن كما قال العلماء أن تحب، وليس الشأن أن تحب، هذه قضية مهمة. اليوم لو سألنا أي شخص تحب الله يقول نعم، الأمر هين أن يدعي الإنسان هذا الأمر، لكن الأعظم المطلوب كيف يحبك الله سبحانه وتعالى، كيف تصل إلى هذه الدرجة أن يحبك الله سبحانه وتعالى، ماذا تعمل حتى تكون ممن يحبهم الله سبحانه وتعالى؟ لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحبك فتحت لك الخيرات وجاءت عليك الفضائل الكثيرة والموعود الكريم الذي ذكرناه في النصوص السابقة. من سبل الفوز بمحبة الله عز وجل الإحسان، كما قال الله عز وجل: إن الله يحب المحسنين، إن الله يحب المحسنين. وهذا الإحسان له جانبان: جانب في العلاقة مع الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث أن تعبد الله كأنك تراه، تخاف من الله، تستحضر رقابة الله عز وجل في عباداتك، تستحضر أن الله يراك، وهذا يجعلك أقرب من الله عز وجل وأنشط في الطاعة. والجانب الثاني
الإحسان إلى المخلوقين، تحسن إلى والدك، تحسن إلى أقاربك، إلى جيرانك، إلى سائر الناس. فالإحسان يكون مع الخالق والإحسان يكون مع المخلوقين. إذا حقق الإنسان هذين الأمرين فعل سببا من الأسباب التي يحبها الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأبواب العظيمة التي تورث محبة الله عز وجل تقوى الله عز وجل، كما جاء أيضا في الآية إن الله يحب المتقين في ثلاث مواضع من القرآن. والإحسان قدمناه لأنه ورد في خمسة مواضع من القرآن. تقوى الله عز وجل أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، تجعل حواجز بينك وبين أسباب العقوبات، كما قال طلق بن الحبيب لما سئل عن التقوى قال أن تعبد الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فتجعل الحواجز بينك وبين العقوبات وتمشي بحذر. وأيضا من الأسباب التي تورث الإنسان محبة الله عز وجل ثالثا القسط، إن الله يحب المقسطين، وأيضا وردت في القرآن ثلاث مرات. القسط هو العدل، أن تكون عادلا مع نفسك، مع أبنائك، مع أهلك، مع سائر الناس. والعدل في بعض الأحيان سهل، وفي مواطن كثيرة يكون صعب على النفس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من دعائه وأسألك العدل في الغضب والرضا، في الغضب والرضا. فالرضا لا إشكال، الكل يمكن يعدل، لكن في وقت الغضب لما يفقد الإنسان أعصابه هل سيعدل في مقام الخصومات، في مقام الاختلاف؟ هل سيتجرد من حظوظ النفس ويكون لديه صفة القسط وأن يعدل، أم يقع في الظلم؟ فإذا حقق الإنسان هذه الصفة فعل أمرا يحبه الله عز وجل. أيضا رابعا من الأسباب التي تورث محبة الله عز وجل التوكل على الله عز وجل، كما في الآية إن الله يحب المتوكلين. والتوكل هو أن يفوض الإنسان الأمور إلى الله عز وجل مع الأخذ بالأسباب. التوكل باب واسع، فيه الاعتماد على الله عز وجل، فيه اليقين بالله عز وجل، فيه الثقة بالله عز وجل، فيه القناعة في باب الأرزاق، المال، الوظيفة، المناصب، الدرجات، في كل شيء في حياتك مبني على التوكل على الله سبحانه وتعالى إذا حققه الإنسان. أيضا مما يورث الإنسان محبة الله عز وجل التوبة والرجوع إلى الله عز وجل، إن الله يحب التوابين. إذا رجع الإنسان، ما من إنسان في هذه الدنيا إلا وله أخطاء، كل بني آدم خطاء، ما من إنسان إلا وله ذنوب، ما من إنسان إلا وله غدرات وفجرات. لكن العبرة الذي يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويجدد العهد مع الله سبحانه وتعالى. ولذلك هذه الصيغة كما أسلفنا في بعض المحاضرات صيغة مبالغة فيها معاني التجديد، يعني دائما يتوب إلى الله عز وجل، كلما وقع في ذنب رجع إلى الله عز وجل وتاب إلى الله عز وجل، مهما كانت ذنوبه ومهما أكثر ومهما أسرف على نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أذنبتم حتى تبلغ السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. أيضا من الأمور التي تورث محبة الله عز وجل سادسا الصبر، والله يحب الصابرين، والله يحب الصابرين. الصبر بأنواعه الثلاثة، الصبر على طاعة الله، أن تجاهد النفس تصبر على قيام الليل، تصبر على صلاة الفجر، على العبادات تحافظ عليها. والصبر عن المعاصي، عن تجعل حواجز بينك وبين المعاصي. والصبر على أقدار الله المؤلمة، ما يسلم الإنسان من الابتلاء في هذه الدنيا، لأن هذه الدنيا دار ابتلاء. فيحقق الإنسان معاني الصبر الثلاثة حتى يدخل في هذه الصورة. أيضا المتطهرين،
كما في تمام الآية إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وهذه الطهارة قال العلماء تشمل طهارة الظاهر والباطن. طهارة الظاهر هي الأغسال الشرعية والوضوء، يحافظ الإنسان عليه ويسبغه ويفعله كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وأما طهارة الباطن أن يطهر الإنسان القلب، وهذا أصعب، تطهر القلب من الشحناء والبغضاء والحسد والحقد والغل والآفات، من يستطيع ذلك؟ أمر عظيم جدا، يعني يحرص الإنسان على تطهير هذه القلوب حتى يفوز بهذه الدرجة. أيضا من الأسباب التي تورث محبة الله عز وجل متابعة النبي صلى الله عليه وسلم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، أمران مقترنان ببعضهما البعض. تحب الله عز وجل طريقه المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك هذه الآية قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، قال العلماء هي آية الامتحان، هي آية الامتحان. كثير من الناس يدعي المحبة لكن أين هو من متابعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ أين هو من الامتثال؟ تجده بعيدا. أيضا من المواطن مواطن القتال والجهاد في سبيل الله، إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وأيضا صورة أخص في الجهاد ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم ويستبشر بهم، الرجل إذا انكشفت فئة يقاتل بنفسه فليس له إلا أن ينصره الله أو يقتل. يقول الله سبحانه وتعالى ضحى وصبر بنفسه لي في هذا الموطن. وأيضا من الأسباب التي تورث محبة الله عز وجل المداومة على نوافل العبادات، النوافل، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والصيغة صيغة مضارعة، ولا يزال أي مستمر ليس منقطع. بعض الناس يتحمس مرة يحافظ على سن الرواتب وينقطع ويصلي أو يصوم الاثنين والخميس وينقطع، يفعل بعض النوافل لكن على انقطاع. لكن هذا العبد الذي يريد أن يصل إلى محبة الله عز وجل ولا يزال مستمر يكابد هذه النفس، يجاهدها تستمر على هذه النوافل حتى تحقق هذه الدرجة. ما تأتي بسهولة، لابد أنك تتعب حتى تصل إلى هذه الدرجة. وهذا المعنى مبثوث في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث أم سلمة من صلى لله 12 ركع بنى الله له بيتا في الجنة، في رواية من ثابر، في رواية من واظب، يدل على ماذا؟ الاستمرار في هذه الطاعة حتى يصل الإنسان إلى محبة الله عز وجل. وأيضا من الأسباب التي تورثنا محبة الله عز وجل نفع الناس، أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، أي الذي يسعى في منافع الناس المختلفة التي ذكرناها في بعض المحاضرات. ثم أيضا من الأسباب التي تورث الإنسان محبة الله عز وجل الحب في الله، أن تحب إخوانك في الله. قال الله عز وجل في الحديث القدسي وجبت محبتي للمتحابين فيه، محبة في الله عز وجل. محبة المصالح كثيرة، محاب الدنيا كثيرة عند الناس، لكن هذه محبة خالصة لله عز وجل. رجلان اجتمعا في الله وافترقا عليه، جمعهم طاعة الله عز وجل، جمعهم حب الله سبحانه وتعالى، لا يريدون شيء إلا هذا الفضل وهذه العبادة. وهؤلاء لهم فضل عظيم، الله ينادي بهم يوم القيامة أين المتحابون بجلالي اليوم أظلهم في ظلي يوم القيامة، إذا حققوا هذا المعنى. وأيضا من أسباب المحبة، من الأسباب التي تورث محبة الله عز وجل التزاور، التزاور في الله عز وجل، والمتزاورين فيه كما جاء في الحديث القدسي. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يزور أخاه، تقول له الملائكة طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، إذا حقق هذه الزيارة أنه لا يزوره إلا في الله سبحانه وتعالى. وفي ذلك في تلك القصة، قصة الرجل الذي زار أخا له في
قرية أخرى أرصد الله على مدرجته ملكا يسأله، أنه ما أراد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. وأيضا البذل كما جاء في تمام الحديث، والمتباذلين فيه، أي عطاؤهم ونفقتهم لله سبحانه وتعالى، وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى في هذا العطاء. أيضا الجلوس في الطاعة مثل هذه المجالس المباركة كما جاء في الحديث، والمتجالسين فيه، أناس اجتمعوا لا يريدون إلا وجه الله عز وجل، لا يريدون إلا ما يقربهم إلى الله سبحانه وتعالى. وأيضا من الأسباب التي تورثنا محبة الله سبحانه وتعالى قيام الليل. قيام الليل من الأسباب العظيمة، وخاصة النفس تدعوك إلى الكسل. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم جاء في الحديث، ورجل له امرأة حسنة وفراش لين يدع ذلك كله فيقوم، فيقول الله عز وجل ترك شهوته من أجلي فقام، فقام، فيحبه الله سبحانه وتعالى أن يترك الإنسان معاني الدنيا. النفس من صفاتها الكسل، أنت تكاسل عن الطاعة، محبة للخمول، محبة للنوم، محبة لمثل هذه الأمور. فلما يكسر الإنسان هذه العادات ويفعل مثل هذه العبادة، قيام الليل في مثل هذه المواطن مع وجود هذه الموانع، فإنه يحظى بمحبة الله سبحانه وتعالى. أيضا من الأسباب التي تورثنا محبة الله عز وجل، ولعلي أختم بها، عبادة الله عز وجل في وقت التعب. في وقت التعب، لأن وقت التعب الناس يكونون في وقت غفلة، والإنسان يبحث عن راحة جسده. في الحديث الطويل لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله ويضحك إليهم، قال ورجل سافر معه ركب فسهروا وضجعوا، يعني ناموا، وفي رواية هجعوا، ناموا، قال فقام هو يصلي في السراء والضراء، أي قام متضرعا لله سبحانه وتعالى، رغبة ورهبة لله سبحانه وتعالى. مثل هذا الموطن، يعني العلماء العرب تقول أن أجمل نومة هي نومة المسافر، لما يكون الإنسان متعب يحب النوم، فهذا يقاوم هذا النوم ويقوم لله سبحانه وتعالى فيفوز بهذه الدرجة. وهذه الأعمال كلها يجمعها شيء واحد، أنها تحتاج إلى مشقة، تحتاج إلى تعب حتى يصل إليها الإنسان، لأن القضية ليست سهلة. إذا أحبك الله ترتفع، تكون مجاب الدعوة، تكون مقبول عند الناس، يحرمك الله عز وجل على النار، درجات عظيمة جدا. ولذلك هذه لا تأتي بالسهولة، يحتاج الإنسان أن يجاهد نفسه على هذه الطاعات. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم إلى الطاعات، وأن يرزقنا وإياكم الثبات حتى الممات، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.